السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم أميمة حسين، فرقة رابعة، عضو لجنة الأناتومي. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يبعد عليكم الأيام وعلى كل حبايبكم بالخير والبركة. هنبدأ نتكلم في الفيديو ده عن محاضرة السيريبرام. تمام، السيريبرام والسيريبرال كورتكس. احنا كنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان السيريبرام ده جزء من البرين، اسمه التاني تيلينكيفالون، عباره عن تو سيريبرال هيمسفير. المفروض ان هو جاي، كان زمان عندنا حاجه اسمها نيورال تيوب، حصل لها ديفرنشيشن، ادتني حاجه اسمها فور برين وداينكيفالون وميد برين وهايند برين. الفور برين هو المعني عندنا دلوقتي في المحاضره دي، اللي هو الجزء اللي هيكون السيريبرام. الفور برين ده هو الجزء اللي هيكون السيريبرام، يبقى الجزء من النيورال تيوب اللي هيعمل لي السيريبرام اللي هو تو سيريبرال هيمسفير او اسمه تيلينكيفالون اللي هو الفور برين. يبقى السيريبرام او التو سيريبرال هيمسفير جايين من حاجه اسمها الفور برين اللي هي جزء من النيورال تيوب. طيب السيريبرام ده مواصفاته ايه؟ ايه السيريبرام ده؟ قال لك ان السيريبرام ده عندنا هو عباره عن الابر اند لارجست بارت اوف ذا برين. المفروض ان ده كله قدامنا ده البرين، تمام؟ لما اقول لكم ان ده هو السيريبرام يبقى ده الابر اند لارجست بارت من البرين. حلو الكلام؟ تمام. كمان المفروض ان هو عباره عن اتنين، السيريبرام ده عباره عن اتنين سيريبرال هيمسفير. ايوه مظبوط، فعلا السيريبرام عباره عن اتنين سيريبرال هيمسفير. اهو ده السيريبرام عباره عن اتنين سيريبرال هيمسفير. سيريبرال هيمسفير، ادي سيريبرال هيمسفير وادي سيريبرال هيمسفير. طيب ايه اللي فصلهم عن بعض او ايه اللي خلى دي سيريبرال هيمسفير ودي سيريبرال هيمسفير؟ ان في شق كده في النص ما بينهم. السيريبرام مشقوق نصين. مشقوق نصين بايه؟ بحاجه اسمها ميديان لونجيتيودينال فيشر. ما هو مشقوق نصين في النص بالظبط، فعشان كده هو اسمه ميديان بفشر لونجيتيودنال، بفشر بالطول، فقسمهولي للسيريبرال هيمسفير رايت والسيريبرال هيمسفير ليفت. فيبقى السيريبرام هو عباره عن الابر اند لارجست بارت من البرين، المفروض ان هو مفصول لجزئين تو سيريبرال هيمسفير عن طريق حاجه اسمها ميديان لونجيتيودنال فشر. طيب يا ترى السيريبرام ده مفصول تماما عن بعضه، يعني هو عباره عن اتنين سيريبرال هيمسفير مفصولين عن بعض تماما ما لهمش علاقه ببعض؟ لا، مش مفصولين تماما، هما مفصولين ولكن في نقطه اتصال ما بينهم، في منطقه اتصال بينهم. منطقه الاتصال دي اسمها حاجه اسمها كوربس كالوزم. كوربس كالوزم، ايه هو الكوربس كالوزم ده؟ الكوربس كالوزم ده هو شويه فايبرز، تمام، بتوصل لي التو سيريبرال هيمسفير ببعض. يعني هي شويه فايبرز راحه من الرايت سيريبرال هيمسفير للليفت، وجايه من الليفت راحه على الرايت، تمام. شويه الفايبرز دي سميتهم كوربس كالوزم. كوربس كالوزم ده هو اللي هيوصل لي التو سيريبرال هيمسفير ببعض، تمام. يبقى ده كده السيريبرم. بيقول لي بقى في حاجه عن السيريبرم، وهو موقعه. موقعه موجود فين بالظبط السيريبرم بتاعنا ده؟ المفروض ان السيريبرام او البرين كله على بعضه اصلا موجود جوه الاسكال، تمام. السيريبرام بقى موجود فين؟ احنا اتفقنا مع بعض ان البرين موجود في حاجه اسمها البتاع ده فولدس من الديوره. الفولدس من الديوره دي بتفصل لي اجزاء البرين عن بعض. يعني انا عندي الديوره دي اللي هي جزء من المننجيس او واحده من المننجيس بتاعه البرين، تمام. الديوره دي بتعمل لي فولدس. الفولدس دي منهم اللي كنا جبنا سيرته قبل كده حاجه اسمها تنتوريوم سيربلاي. ده كده التنتوريوم سيربلاي. التنتوريوم سيربلاي ده بيفصل لي ايه؟ بيفصل لي السيربرم عن السيربلم. فانا كده عندي الفولدس بتاعه الديوره دي مهمتها ان هي تفصل لي اجزاء البرين المختلفه عن بعض. فاول حاجه التنتوريوم سيربلاي فاصل لي السيربرم عن السيربلم، يعني السيربرم دلوقتي مفصول تماما كده، في غطا فصله عن السيربلم تحته. السيربرم موجود فوق والسيربلم تحت. في ايه تاني؟ في عندنا حاجه اسمها فالوكس سيربراي. الفالوكس سيربراي ده اللي انا بلونها، المفروض ان هي فولد من الديوره. الفولد من الديوره ده موجود عشان خاطر يفصل لي ايه عن ايه؟ التو سيربرال هيمسفير عن بعض. مش احنا في تو سيربرال هيمسفير مشقوق ما بينهم بميديان لونجيتيودنال فيشر؟ اهو الجزء او الحاجه الفولد اللي موجود عايش في الميديان لونجيتيودنال فيشر، قاعد في الميديان لونجيتيودنال فيشر، الفالوكس سيريبراي اللي هو فولد من الديوره، فهو موجود عشان يفصل التو سيريبرال هيمسفير ببعض. يبقى السيريبرم هو عباره عن تو سيريبرال هيمسفير موجود ما بينهم شق اسمه ميديان لونجيتيودنال فيشر، قاعد فيه الفالوكس سيريبراي. التو سيريبرال هيمسفير مفصولين عن السيربلم بحاجه اسمها تنتوريوم سيربلاي. ده كده السيريبرم بتاعنا. طيب التشو بقى بتاع السيريبرم عباره عن ايه؟ التشو بتاع السيريبرم بتاعنا اللي هو الجزء ده، السيريبرم بتاعنا عباره عن اربع اجزاء. ايه الاربع اجزاء بتاع السيريبرم؟ حاجه اسمها كورتكس من بره اللي هي عباره عن جري ماتر،
يبقى السيريبرم اول حاجه عباره عن كورتكس من بره اللي هي جراي ماتر، وكور من جوه، كور من جوه اللي هو وايت ماتر. ما احنا عارفين فعلا ان البرين عباره عن جراي ماتر وايت ماتر. الجراي ماتر دي اللي هي السيل بادز، لكن الوايت ماتر دي اللي هي الاكزون، السيل بادي بتاع النيرف والاكزون بتاع النيرف. فالسيريبرم هو عباره عن كورتكس من بره اللي هي الجراي ماتر، يعني الجراي ماتر عامله لي الكورتكس بتاع السيريبرم، وكور من جوه اللي هو معموله بالاكزونز بتاعت النيرفات من الوايت ماتر. يعني ايه كمان؟ كمان حاجه اسمها بيزل جانجليا، دي تالت حاجه اسمها بيزل جانجليا. ايه البيزل جانجليا؟ هي عباره عن جري ماتر امبيدد مدفونه في قلب الوايت ماتر، يبقى جري ماتر مدفونه في قلب الوايت ماتر اسمها بيزل جانجليا. ايه كمان؟ كمان حاجه كافيتي. اتفقنا مع بعض قبل كده انه البرين كل جزء من البرين فيه كافيتي، كافيتي بيمشي فيه السي اس اف. طيب السيريبرم ده المفروض ان هو تو سيريبرال هيمسفير، وكنا قلنا برضو مع بعض قبل كده ان التو سيريبرال هيمسفير ده كل واحد فيهم، كل سيريبرال هيمسفير جواها كافيتي اسمه لاترال فينتريكل، يبقى الكافيتي ده اللي هو لاترال فينتريكل. يبقى كده اجزاء السيريبرم عباره عن اربع اجزاء. اول جزء اللي هو الكورتكس معموله بالجري مطر، تاني جزء هيبقى الكور اللي هو معمول بالوايت مطر، تالت جزء بيزل جانجليا اللي هي عباره عن شويه جري مطر امبيدد في قلب الوايت مطر، مدفونين في قلب الوايت مطر. اخر حاجه بقى اللي هو الكافيتي بتاعنا بتاع السيريبرال كورتكس بتاع السيريبرال هيمسفير اسمه لاترال فينتريكل. لاترال فينتريكل اللي هو الكافيتي اوف ذا سيريبرال هيمسفير، لاترال فينتريكل في السيريبرال هيمسفير اليمين، ولاترال فينتريكل في السيريبرال هيمسفير الشمال. طيب بعد كده هنتكلم ايه عن السيريبرم. هنتكلم بقى عن شويه اكسترنال فيتشرز من بره. السيريبرم له اكسترنال فيتشرز احنا هنحكي عنها. الاكسترنال فيتشرز دي وهي ان كل سيريبرال هيمسفير له 3 سيرفيسز، 3 بوردرز، 3 بولز، 4 لوبس. يبقى كل سيريبرال هيمسفير نحفظ مع بعض له 3 سيرفيسز، 3 اسطح، 3 بوردرز، 3 بولز، 4 لوبس. طيب نتكلم اول حاجه عن السيرفيسز بتاعه السيريبرال هيمسفير. السيريبرال هيمسفير زي ما احنا شايفين ده كده الجزء من السيريبرال هيمسفير اللي باصص لي اللي ناحيتي. المفروض ان اول سيرفيس اللي هو باصص ناحيتي ده اول سيرفيس. اول سيرفيس ده المفروض ان هو ايه؟ المفروض ان هو سوبيريور وناحيه لاترال، يبقى سوبيريور فوق لفوقها وكمان ناحيه لاترال. يبقى هسميه اول سيرفيس اللي هو باصص في وشي ده على طول اسمه سوبيرولاترال سيرفيس. يبقى اول سيرفيس من السيرفيس بتاع السيريبرم او السيريبرال هيمسفير هو السوبيرولاترال سيرفيس. طيب تاني سيرفيس المفروض ان هو السيرفيس بقى اللي هو الناحيه دي، اللي هو الناحيه دي ده اللي هو ناحيه ميديال، موجود ناحيه ميديال. تمام، اللي هو المفروض ان انا جه عندي ميديال لونجيتودينال الفشر، فصل لي السيريبرم عن بعضه الاثنين سيريبرال هيمسفير، مكان الفصله دي، مكان الفصله ده الميديال سيرفيس اللي هو قدامي بقى ده كده الميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس ده اللي هو مكان الفصله بتاعه الايه الميديال لونجيتودينال الفشر. شكله عامل ازاي الاول؟ بس السوبرولاترال سيرفيس المفروض ان هو شكله عامل ازاي؟ المفروض ان هو كونفكس، شكله كونفكس اهو. المفروض ان العلامه دي كده ايه، ده الناحيه دي كده، الجزء الناحيه ده كده كونفكس والناحيه ده كده كونكيف، صح كده؟ طيب السوبرولاترال سيرفيس كونفكس اهو ماشي، بيكون موجود في الكونكافيتي بتاع السكال. السكال بتكون محوطه فلها كونكافيتي اللي هو الجزء ده بتاعها اللي هو الكونكافيتي بتاع السكال، بيحتوي الكونفكسيتي بتاعه السوبرولاترال سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير. تمام، السيريبرال هيمسفير بيكون دايركتد، بيكون باصص لفوق وناحيه لاترال، ما هو اصلا اسمه سوبرولاترال سيرفيس، سوبرولاترال سيرفيس، فاكيد هيكون دايركتد ناحيه فين؟ ناحيه فوق وناحيه لاترال. تاني حاجه بقى الميديال سيرفيس، بس اللي احنا شايفينه ده مواصفاته ان هو فلات، هو اصلا مكان القسمه بتاع الميديال لونجيتودينال الفشر، فمواصفاته ان هو فلات، وكمان بيبص على الميديال سيرفيس بتاع الاذر سيريبرال هيمسفير. يعني السيريبرال هيمسفير الرايت، الميديال سيرفيس بتاع الرايت سيريبرال هيمسفير بتبص او مقابله لي او اوبوزيت تو الميديال سيرفيس بتاع الليفت سيريبرال هيمسفير. ده كده الميديال سيرفيس. يفضل عندنا، انا قلت هو له 3 سيرفيسز، اول سيرفيس سوبرولاترال سيرفيس، ثاني سيرفيس ميديال سيرفيس، فاضل لي اخر سيرفيس. اخر سيرفيس عندي اللي هو ده اللي هو الانفيرير سيرفيس. انا البرين السيريبرم قمت قلباه على الانفيرير بتاعه وبصيت، ده الانفيرير سيرفيس. ايه بقى الانفيرير سيرفيس بتاع السيريبرم؟ الانفيرير سيرفيس بتاع السيريبرم المفروض ان هو مواصفاته ان هو البيز بتاع السيريبرم، ده اصلا الجزء السيريبرم نايم بيه في السكال. تمام، اللي هو الانفيرير سيرفيس ده، الانفيرير سيرفيس ده المفروض ان هو مقسوم لجزئين،
عن طريق حاجة اسمها lateral sulcus. يبقى الانفيريور سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير مقسوم لجزئين عن طريق اللاترال سالكس. ده الجزئين اللي هو احنا كده انتيريور واحنا كده بوستيريور. يبقى ده كده انتيريور ودي كده بوستيريور. تمام. الجزء اللي ناحيه انتيريور ده هسميه الانتيريور بارت بتاع الانفيريور سيرفيس. يبقى الانتيريور بارت بتاع الانفيريور سيرفيس هسميه ايه بقى؟ هسميه اوربيتال. يبقى الاوربيتال بارت. طيب الجزء ده اللي هو الانفيرور بارت البوستيرور بارت بتاع الانفيرور سيرفيس هسميه ايه؟ هسميه تنتوريال بارت. تاني المفروض ان انا عندي الانفيرور سيرفيس ده المفروض ان هو في عندي حاجه اسمها لاترال سالكس. سالكس كده اللي هو كانه فحل كده او شق. تمام. شق لي الانفيرور سيرفيس لجزئين، جزء قدام اللي هو ده وجزء ورا اللي هو ده. ده كده بوستيرور ودي كده ده انتيرور. الجزء اللي قدام ده سميته اوربيتال بارت اوف ذا انفيرور سيرفيس، والجزء اللي ورا ده اللي هو الجزء البوستيرور سميته تنتوريال بارت اوف ذا انفيرور سيرفيس. ليه اديتهم الاسماء دي؟ هنشوف مع بعض. المفروض ان ده الانفيرور، لو قلبت البرين كده هبص هشوف الانفيرور سيرفيس. المفروض ان الانفيرور سيرفيس ده زي ما اتفقنا ان هو مقسوم بحاجه اسمها لاترال سالكس ليه انتيرور بارت اللي هو ده وده البوستيرور بارت. الانتيرور بارت سميته اوربيتال بارت. ليه سميته اوربيتال بارت؟ لان الانتيرور بارت زي ما احنا شايفين هو الجزء ده، الحته دي، الجزء ده المفروض ان الجزء ده تمام. الجزء ده المفروض نايم فين او نايم على ايه؟ المفروض ان دي الاي يا جماعه، الاي دي جوه صندوق اسمه الاوربيت. تمام. الروف بتاع صندوق من العظم بتاع السكال. ماشي. الروف اللي هو سقف الاوربت، سقف الصندوق ده اللي هو سقف الاوربت، المفروض ان الانتيريور بارت بتاع الانفيريور سيرفيس نايم عليه. يبقى كان عندي لاترال سالكس قسم لي الانفيريور سيرفيس لانتيريور بارت وبوستيريور بارت. الانتيريور بارت نايم على السطح الروف بتاع صندوق معين كده اسمه اوربيتال بون. ماشي. فالروف ده السقف ده عشان هو بتاع الاوربيتال بون انا سميت الجزء اللي نايم عليه اوربيتال بارت، عشان كده سميتها اوربيتال بارت. طيب البوستيريور، البوستيريور بارت اوف ذا انفيرور سيرفيس سميته تنتوريال بارت ليه؟ اصل هو نايم على تنتوريوم سيربلاي. ازاي؟ مش ده سيربرم وده سيربلم، واتفقنا ان بينهم فولد من الديوره اسمه تنتوريوم سيربلاي بيفصل السيربرم عن السيربلم. اهو بقى البوستيريور بارت بتاع الانفيرور سيرفيس نايم على التنتوريوم سيربلاي ده، عشان كده سميته تنتوريال بارت اوف ذا انفيرور سيرفيس. ماشي. وكمان بقيه التنتوريال بارت، يعني ده الجزء اللي نايم، ها ده الجزء كده اللي نايم على التنتوريال سيربلاي. بقيه التنتوريال بارت بتاع الانفيرور سيرفيس اللي هو الجزء ده نايم فين؟ نايم في الميدل كرينيال فصه. انتوا عارفين ان السكال عباره عن انتيرور كرينيال فصه، ميدل كرينيال فصه، بوستيرور كرينيال فصه، صح؟ يبقى تاني المفروض ان انا عندي البرين او السيربرم عباره عن ثلاثه سيرفيسز. اول سيرفيس السوبيرولاترال سيرفيس، وده بيكون دايركتد ابورد، بيكون دايركتد لفوق وكمان لاترالي. ماشي. بيكون كونكيف، بيكون موجود في بيكون سوري كونفكس. كونفكس السكال المفروض ان هي كونكيف، بتحتوي الكونفكسيتي بتاعه السيرفيس ده. تمام. تاني سيرفيس عندنا اللي هو الميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس ده اتفقنا ان هو السيرفيس المكان القطعه بتاعه الاثنين سيريبرال هيمسفير عن بعض اللي هو بالميديال لونجيتودينال فيشر، بيكون فلات. تمام. وبيكون كل يعني الميديال سيرفيس بتاعه الرايت سيريبرال هيمسفير بيكون اوبوزيت تو الميديال سيرفيس بتاعه الليفت سيريبرال هيمسفير. اخر سيرفيس معانا اللي هو الانفيرور سيرفيس، واتفقنا مع بعض ان الانفيرور سيرفيس ده مقسوم لجزئين عن طريق حاجه اسمها لاترال سالكس. شق اسمه لاترال سالكس. الجزئين دول اسمهم اوربيتال بارت ناحيه قدام وتنتوريال بارت ناحيه ورا. الاوربيتال بارت موجود اسمه اوربيتال بارت لانه نايم على الروف بتاع الاوربت. التنتوريال بارت اسمه تنتوريال بارت وهو نايم على الميدل كرينيال فصه اند تنتوريوم سيربلاي. ميدل كرينيال فصه اند تنتوريوم سيربلاي. يبقى كده دي السيرفيسز بتاعه السيريبرم. تاني حاجه هنتكلم عنها في السيريبرم هي البوردرز. احنا اتفقنا ان السيريبرم له 3 سيرفيسز، 3 بوردرز، 3 بولز، 4 لوبس. اتكلمنا عن السيرفيسز، عن البوردرز. البوردرز بتاعه السيريبرال هيمسفير كام بوردر؟ 3 بوردرز. اول بوردر اسمه سوبيرو
ميديال بوردر، يبقى سوبيروميديال بوردر. تاني بوردر اسمه انفيروميديال بوردر. تالت بوردر اسمه انفيرولاترال بوردر. السوبيروميديال بوردر هيكون سوبيريور وميديال، الانفيرولاترال ميديال بوردر هيكون انفيرير وميديال، الانفيرولاترال بوردر هيكون انفيرير ولاترال. لوجيك جدا. نبدا بقى نتفرج عليهم كده دلوقتي. اول حاجه السوبيروميديال بوردر، ادي دلوقتي ده البرين الهيمس سيربرم، وده نص السيربرم اللي هو سيربرال هيمسفير، صح كده؟ صح الكلام ده؟ طيب نيجي نتفرج كده. لما اجي اقول لكم سوبيرو ميديال بوردر، ده السوبيريور وناحيه ميديال، يبقى اكيد البوردر ده اللي هو البوردر ده اللي هو البوردر ده اللي هو البوردر ده بعد ما شقلت السوبيرو ميديال بوردر، ده سوبيرو ميديال بوردر. يبقى السوبيرو ميديال بوردر هو عباره عن بوردر موجود فين؟ موجود بين الميديال سيرفيس اللي هو ده والسوبرولاترال سيرفيس اللي هو ده. يبقى السوبروميديال بوردر هو بوردر ما بين ايه؟ ما بين حاجه اسمها فرونتال بول، هنعرفها كمان شويه، واوكسيبيتال بول. بيفصل لي الميديال سيرفيس اللي هو ده عن السوبرولاترال سيرفيس اللي هو ده كده. اول بوردر معانا. تاني بوردر اسمه انفيروميديال بوردر، وتالت بوردر اسمه انفيرولاترال بوردر. هنبص هو انفيرور صح، يبقى احنا في الانفيرور عايزين الانفيرور سيرفيس عشان نشوفهم، يبقى احنا هنجيب صوره الانفيرور سيرفيس ونحددهم. قشطه. ده كده الانفيرور سيرفيس بتاعنا، يبقى ده كده الانفيرور سيرفيس صح كده اللي اتكلمنا عليه قبل كده. طيب احنا بنقول انفيروميديال بوردر وانفيرولاترال بوردر، هنا كده ناحيه لاترال والناحيه دي كده ناحيه ميديال صح، مش ده خط النص؟ يبقى كل ما نقرب من خط النص ده هيبقى ناحيه ميديال، وكل ما نبعد هيبقى ناحيه لاترال. طيب يبقى معنى كده ان اللي هو بالفوشيا ده هيكون الانفيروميديال بوردر، مظبوط الكلام ده؟ واللي هو بالموف ده هيكون الانفيرولاترال بوردر، صح الكلام ده؟ تمام. تعالوا كده على الانفيروميديال بوردر. المفروض ان الانفيروميديال بوردر ده اللي هو بالفوشيا اللي هو ده، الانفيروميديال بوردر ده هيفصل لي ايه عن ايه؟ هيفصل لي اكيد الميديال سيرفيس عن الانفيرور سيرفيس اللي هو ده، هيفصل لي الميديال سيرفيس عن الانفيرور سيرفيس. طيب الانفيرولاترال بوردر اللي هو ده هيفصل لي ايه عن ايه؟ هيفصل لي معروفه انفيرولاترال، يبقى هيفصل لي السوبيرولاترال سيرفيس عن الانفيرور سيرفيس ده، سوبيرولاترال سيرفيس عن الانفيرور سيرفيس. ده كده البوردرز بتاعتنا. يبقى احنا البوردرز بتاعتنا في عندنا سوبيرو الميديال بوردر اللي بيفصل الميديال سيرفيس عن السوبرولاترال سيرفيس، وقلنا ان هو اصلا بيبدا من الفرونتال بول وينتهي عند الاوكسيبيتال بول. في عندنا تاني حاجه اللي هو الانفيرو ميديال بوردر بيفصل لي الميديال سيرفيس عن الانفيرور سيرفيس، في عندنا الانفيرولاترال بوردر بيفصل لي السوبرولاترال سيرفيس عن الانفيرور سيرفيس. حاجه بقى هتكلم عنها عن الانفيرو ميديال بوردر. الانفيرو ميديال بوردر اللي هو ده كده اهو، كده ده كده الانفيروميديال بوردر. بما ان يا جماعه هو اسمه انفيروميديال بوردر، افتكروا كده معايا الجزء ده سميناه ايه؟ الجزء ده من الانفيرور سيرفيس سميناه ايه؟ صح مظبوط، اوربيتال بارت بتاع الانفيرور سيرفيس. مش احنا كان عندنا حاجه اسمها سنتر لاترال سالكس اسامي الانفيرور سيرفيس ليه اوربيتال بارت اللي هو ده وتنتوريال بارت، صح الكلام ده؟ صح. يبقى معنى كده ان الجزء ده من الانفيروميديال بوردر بما انه هو البوردر اللي على الاوربيتال بارت هسميه ميديال اوربيتال بوردر، يبقى ميديال اوربيتال بارت اوف ذا انفيروميديال بوردر. تمام، اسمه خلاص يعني، هو حاطين لكم الاسم وخلاص يعني، حاجه ملهاش لازمه خالص يعني، بس ما علينا نقول الاسم اللي هو ايه حاطهم لكم. يبقى الجزء ده اسمه الاوربيتال الميديال اوربيتال بارت بتاع الانفيرير بوردر. طيب الجزء ده كمان شويه هنعرف ان الحته دي اوكسيبيتال بول، الاوكسيبيتال بول. تمام، فبما ان البوردر ده ناحيه الاوكسيبيتال بول فهسميه، وناحيه كمان ميديال، فهسميه ميديال اوكسيبيتال بوردر او الميديال اوكسيبيتال بورت بتاع الانفيروميديال بوردر. يبقى مراجعه سريعه تاني على البوردر، احنا عندنا ثلاثه بوردرز، سوبيروميديال بوردر بيفصل بين الميديال سيرفيس والسوبيرولاترال سيرفيس، وفي عندنا انفيروميديال بوردر متقسم لجزئين اسمه اوربيتال بوردر ميديال اوربيتال بوردر و
ميديا الاوكسيبيتال بوردر بيفصل لي الاثنين دول بيفصلوا لي الميديا سيرفيس عن الانفيرور سيرفيس. في عندنا بقى اخر حاجه اللي هو الانفيرولاترال بوردر بيفصل لي السوبرولاترال سيرفيس عن الانفيرور سيرفيس. يبقى كده احنا خلصنا البوردرز. فاضل لنا ايه؟ اتكلمنا عن السيرفيسز والبوردرز، فاضل لنا البولز واللوبز. ايه بقى البولز دي؟ قبل ما انسى بس في حاجه نسيت اقولها عن الانفيرولاترال بوردر. المفروض ان انا دلوقتي عندي ده كده السيريبرال هيمسفير سوبيرو ميديال بوردر بيفصل ما بين سوبيرو سوبيرولاترال سيرفيس عن الميديال سيرفيس، صح كده؟ ده كده هو الانفيرولاترال بوردر. الانفيرولاترال بوردر ده المفروض ان هو بيبدا من عند التيمبرال بول، وهنعرف يعني ايه تيمبرال بول كمان شويه، وينتهي عند الاوكسيبيتال بول. في بقى حاجه مميزه في الانفيرولاترال بوردر اللي هو الحته دي، هو الانفيرولاترال بوردر اهو اهو جاي كده. ايه بقى الحته دي تاني؟ معنى اهو ايه بقى الحته دي؟ الحته دي عباره عن حته منوشة، بسميها النوتش. نوتش فالانفرو لاترال بوردر فيه نوتش، نوتش كده موجوده. النوتش دي اسمها ايه؟ اسمها بري اوكسيبيتال نوتش. ليه؟ اصل الجزء ده اسمه اوكسيبيتال لوب، ماشي؟ اوكسيبيتال لوب، فالنوتش دي موجوده قبل الاوكسيبيتال لوب، فهتبقى اسمها بري اوكسيبيتال نوتش. فهي موجوده قبل الاوكسيبيتال لوب بخمسة سنتي، ماشي؟ يبقى في عندي الانفيرولاترال بوردر ده موجود عليه نوتش، ماشي؟ النوتش دي المفروض ان هي اسمها بري اوكسيبيتال نوتش لانها قبل الاوكسيبيتال بول بخمسة سنتي. طيب نرجع بقى نتكلم عن البولز. احنا كده خلصنا سيرفيسز وبوردرز، هنتكلم عن البولز. عندي ثلاثه بولز، المفروض الثلاثه بولز دول اللي هم اول بول ده، تاني بول ده، تالت بول ده. ايه بقى اللي انا بقوله ده؟ اول بول ده اللي هو حاجه اسمها فرونتال بول. يبقى ده كده اللي هو الفرونتال بول، ده الفرونتال بول. ايه الفرونتال بول ده؟ ده انتيرور اند، نهايه من قدام لمين؟ لحاجه اسمها فرونتال لوب، هنعرفه كمان شويه. يبقى اول بول عندي للسيريبرال هيمسفير حاجه اسمها فرونتال بول. الفرونتال بول ده الانتيرور اند اوف ذا فرونتال لوب. تاني حاجه عندي اللي هو ده اللي هو التيمبرال بول. اسمه ايه؟ تيمبرال بول. ايه التيمبرال بول ده؟ ده الانتيرور اند اوف ذا تيمبرال لوب، انتيرور اند اوف ذا تيمبرال لوب. طيب تالت حاجه، تالت حاجه عندي اللي هو الاوكسيبيتال بول. ايه الاوكسيبيتال بول ده؟ ده بقى البوستيريور اند اوف ذا اوكسيبيتال لوب. يبقى التيمبرال اند فرونتال بول هما من الانتيرور اند اوف ذا تيمبرال لوب اند فرونتال لوب، لكن الاوكسيبيتال بول ده البوستيريور اند اوف ذا اوكسيبيتال لوب. تمام. التيمبرال والفرونتال لو تلاحظوا معايا ان الاثنين عاملين ازاي، التيمبرال والفرونتال عاملين كده راوندد راوندد، الاوكسيبيتال بقى عامل كده بوينتد بوينتد. يبقى الفرونتال بول هو راوندد ام والتيمبرال بول راوندد، لكن الاوكسيبيتال بول ايه؟ بوينتد. طب موقعهم فين؟ او اقدر اوصفهم ازاي؟ او اقدر ان انا مثلا احس ان هم اقول هم موجودين فين بالظبط من السكال، في قلب السكال. عندي السكال اهي، السكال زي ما احنا متفقين وزي ما احنا عارفين هي عباره عن انتيرور كرينيال فصه، ميدل كرينيال فصه، وبوستيرور كرينيال فصه، تمام؟ الفرونتال بول موجود فين بالظبط؟ الفرونتال بول موجود ان هو بالظبط، هقدر اقول ان هو موجود ان هو بالظبط. سوري معلش على القطعون ده اللي حصل. الفرونتال بول موجود فين بالظبط؟ موجود هنا كده بالظبط. فين بقى الحته دي؟ وصفها ايه؟ وصفها بيقول لي ان هو ميديال بارت اوف ذا سوبر سيلياري ارش. ايه السوبر سيلياري ارش؟ لو جيت ابص على السكال من بره على الارش كده فوق العين اللي هو مكان الحواجب، تمام؟ الارش ده اسمه سوبر سيلياري ارش. من جوه بقى الميديال بارت بتاع السوبر سيلياري ارش هو ده مكان وجود الفرونتال بول. طيب ده كده فرونتال بول. التيمبرال بول، التيمبرال بول موجود في الميدل كرينيال فصة، قاعد في الميدل سوري قاعد في الميدل كرينيال فصة. موجود فين بالظبط من الميدل كرينيال فصة؟ في عندنا عظمة في الميدل كرينيال فصة اسمها سفينويد بون. السفينويد بون دي لها ليسر وينج وجريتر وينج، ماشي؟ الجريتر وينج اوف سفينويد بون وليسر وينج اوف سفينويد بون، ماشي؟ بالنسبة بقى للتيمبرال بول موجود في الميدل كرينيال فصة بيلو الليسر وينج اوف السفينويد دي، اوف عظمة السفينويد، بيلو الليسر وينج بتاع عظمة السفينويد، تمام كده؟ تمام.
لكن كده يفضل لنا مين؟ فاضل لنا الاوكسيبيتال بول. الاوكسيبيتال بول بقى موجود فين؟ الاوكسيبيتال بول بالظبط موجود في الحته دي. ايه بقى ايه الجزء اللي هو موجود فيه ده؟ حاجه اسمها لو جينا بصينا على السكال من بره هنلاقي ورا السكال من بره وبوستيريور ورا هنلاقي فيه حاجه اسمها اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. ايه الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس دي؟ الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس هو بروز كده باين، تمام. الاوكسيبيتال بول بقى موجود فين؟ موجود من جوه فين؟ اباف اند لاترال تو الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، اباف اند لاترال تو الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. يبقى كده يعني اباف اند لاترال تو الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. يبقى تاني في عندنا ثلاثه بولز ليه السيريبرال هيمسفير. البولز دي اللي هو اول حاجه فرونتال بول وبتكون راوندد وانتيرور اند اوف ذا فرونتال لوب، موجوده فين؟ موجوده في الميديال بارت اوف ذا سوبر سيلياري ارش. تاني جزء او تاني بول هيكون اللي هو التيمبورال بول. التيمبورال بول دي هي راوندد وبتكون الانتيرور اند بتاع التيمبورال لوب، موجوده فين؟ موجوده في الميدل كرينيال فصة بيلو الليسر وينج اوف سفينويد. تالت جزء هو الاوكسيبيتال بول وهي بتكون بوينتد وبتكون هي البوستيرور اند اوف ذا اوكسيبيتال لوب، بتكون موجوده فين؟ موجوده اباف اند لاترال تو الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، تمام كده. ده كده البولز. اخر حاجه بقى معانا اللي هي اللوبس. اللوبس السيريبرال هيمسفير لها لوبس. ايه كلمه لوبس دي؟ يعني اجزاء السيريبرال هيمسفير متقسمه للوبس، كل لوب هيكون له مواصفات معينه ووظيفه معينه وحاجات معينه. طب اصلا ازاي اتقسمت اللوبس؟ عن طريق ان انا عندي اساسا السيريبرال هيمسفير زي ما احنا شايفين كده المنظر ده. ايه المنظر ده؟ هتلاقوا عباره عن حاجات كده مثلا ماشي جنب بعضها مفصولة عن بعضها بجروفات، بجروف صح كده؟ اهي مفروض ان تعرجات مفصولة عن بعضها بجروفز صح كده؟ الجروفز اللي هي فصلة التعرجات عن بعضها الجروفز دي هسميها صلصاي او صلقاي على حسب انتوا هتنطقوها ازاي، صلقاي او صلصاي تمام؟ والتعرجات بقى نفسها هسميها جيراي ماشي؟ فالسيريبرال هيمسفير اساسا عباره عن صلصاي وجيراي. طب انا ليه عملت كده؟ عشان اقدر اتني التعرجات دي وتفضل اتنيها وتنيها وتنيها واحطها كده جنب بعضها، فابقى عامله مساحه كبيره جدا من تيشو بتاع البرين في مساحه صغيره، يعني جزء كبير جدا من تيشو البرين في مساحه صغيره، فانا كده بزود السيرفيس اريا تمام. فانا عملت الصلصاي والجيراي دي. الجيراي عباره عن التعرجات والحتت اللي هي متنيه على بعضها، حتت من تيشو البرين متنيه على بعضها مفصولة عن بعضها بالجروفات دي اللي هي الصلقاي او الصلصاي ماشي. ففي عندي بقى بعض الصلصاي وهم ثلاثة صلصاي او صلقاي هم اللي قسمولي السيريبرال هيمسفير للوبس. لكام لوب؟ اربعة لوبس. ايه اسامي اللوبس بتاعتنا؟ فرونتال لوب، برايتال لوب، اوكسيبيتال لوب، وتيمبورال لوب. فرونتال لوب، برايتال لوب، تيمبورال لوب، واوكسيبيتال لوب. اللوبس دي معمولة بحاجة اسمها تلاتة صلقاي أو صلصاي تمام؟ ايه أسامي الصلصاي دي أو الصلقاي دي؟ أسامي الصلقاي دي أو الصلصاي دي سنترال سلقس، لاترال سلقس، وبري أوكسيبيتال برايتو أوكسيبيتال سلقس. سنترال سلقس، لاترال سلقس، برايتو أوكسيبيتال سلقس. يبقى تاني اللوبس، المفروض ان انا عندي اربعة لوبس. السيريبرال هيمسفير متقسمة لاربعة لوبس، فرونتال، برايتال، تيمبورال، اوكسيبيتال. طيب اتقسم ازاي؟ قسمت السيريبرال هيمسفير لاربعة لوبس ازاي؟ عن طريق صلقاي او صلصاي. الصلقاي دول هما عبارة عن ايه؟ عبارة عن سنترال ثلاثة صلصاي اللي هما سنترال سلقس ولاترال سلقس وبرايتو اوكسيبيتال سلقس. هجيب صورة تانية عشان نوضح الصلقاي دول ونتكلم عنهم. يعني الصلقاي دول هعلم عليهم في الصورة دي، ادي ده كده اللاترال سلقس. تاني عشان العلامة طلعتش حلوة عجبتنيش. ده كده اللاترال سلقس، وده كده السنترال سلقس، وده كده البرايتو اوكسيبيتال سلقس. اللي انا معلمة عليهم دول الثلاثة صلقاي اللي انا هتكلم عنهم اللي هم مقسمين لي السيريبرال هيمسفير لاربعة لوبس. اول حاجه السنترال سلقس اتكلم عنه هقول ايه هو سلقس موجود فين بالظبط. المفروض ان انا عندي دي سيريبرال هيمسفير، مظبوط الكلام ده. السيريبرال هيمسفير دي لها بدايه اللي هي الفرونتال بول ولها نهايه اللي هي الاوكسيبيتال بول. لو جيت في الفرونتال بول والاوكسيبيتال بول قست المسافه وجيت حطيت نقطه في النص
وجيت حطيت نقطة في النص، نص المسافة دي، تمام ماشي. النقطة دي اللي حطيتها في نص المسافة هربعد بعدها بشوية، يعني وراها كده بشوية بسيطة بشوية بسيطة، هقوم جاية في بداية السنترال سلكس ماشي. يبقى انا كده حطيت نقطة في النص ما بين الفرونتال بول والاوكسيبيتال بول، ورا النقطة دي يعني ورا المنتصف بتاع الفرونتال، المسافة ما بين الفرونتال بول والاوكسيبيتال بول، هبدأ ان انا انزل السنترال سلكس اللي هو الفشر بتاعي ده من بره. نزلت السنترال سلكس لحد فين؟ لحد قبل اللاترال سلكس بشوية بصوت. مش احنا متفقين ان ده اسمه لاترال سلكس؟ الموف ده اللي هو اللاترال سلكس صح، اللي هو بالفوشه بقى ده اللي هو السنترال سلكس ده بادئ منين؟ بادئ من بوينت بيهايند الميد بوينت، النقطه بتاع المنتصف اللي ما بين المسافه ما بين الفرونتال بول والاوكسيبيتال بول. لحد فين؟ لحد قبل اللاترال سلكس، يعني هو ما بيقطعش اللاترال سلكس، وطول ما هو نازل لحد قبل اللاترال سلكس هو ما بيقطعوش اي حاجه، يعني هو نازل متصل على بعضه، ما فيش حاجه مثلا قطعوه في حته او منفصل ورجعنا كملناه تاني، لا هو سلكس او جرو سلكس على بعضه من اول النقطه اللي هي بيهايند الميد بوينت بتوين الفرونتال بول اند اوكسيبيتال بول لحد قبل اللاترال سلكس. ده كده اول سلكس عندنا اللي هو السنترال سلكس. السنترال سلكس ده عمل لي ايه؟ ده عمل لي قدامه الحته دي اللي قدامه دي الفرونتال لوب، ووراه البرايتال لوب. يبقى اول سلكس اللي هو السنترال سلكس هو اللي قسم لي ما بين فرونتال لوب وبرايتال لوب، فعمل لي فرونتال لوب قدامه وبرايتال لوب وراه، ده كده السنترال سلكس. تاني سلكس معانا اللي هو باللون الموف اللي هو اللاترال سلكس. اللاترال سلكس زي ما احنا شايفين هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ستيم جذره ماشي؟ بادئ من الانفيرور سيرفس. فاكرين لما قلت لكم الانفيرور سيرفس مقسوم لجزئين عن طريق حاجة اسمها لاترال سلكس؟ هو ده. فهو بادئ في الانفيرور سيرفس، الستيم ده بعدها اتفرع لتلاتة تفرعات، تلات دراعات ماشي؟ تلاتة ريماي ماشي؟ ادي الستيم اتفرع لحاجه اسمها انتيرور ريموس، فيرتيكال ريموس، وبوستيرور ريموس. انتيرور ريموس، فيرتيكال ريموس، بوستيرور ريموس. يبقى ده اللاترال سلكس. يبقى احنا عندنا لاترال سلكس المفروض ان هو له ستيم جذع او جذر ماشي، اتفرع لي لتلات دراعات، انتيرور ريموس وفيرتيكال ريموس وبوستيرور ريموس. حلو الكلام كده. اللاترال سلكس ده عمل لي ايه؟ ده عمل لي حاجه اسمها تيمبرال لوب، فصله لي عن مين؟ عن البرايتال والفرونتال لوب. يبقى اللاترال سلكس مهمته ايه؟ مهمته ان هو يفصل لي ما بين التيمبرال لوب اللي تحت ده عن البرايتال والفرونتال لوب اللي فوق. يبقى اللاترال سلكس تاني له ستيم وانتيريور ريموس وفيرتيكال ريموس وبوستيريور ريموس. اللاترال سلكس ده فصل لي التيمبرال لوب تحت عن البرايتال اند فرونتال لوب فوق. حلو الكلام ده. حلو الكلام ده. يبقى كده خلصنا السنترال سلكس واللاترال سلكس. ناقص لنا مين؟ ناقص لنا البرايتو اوكسيبيتال سلكس. البرايتو اوكسيبيتال سلكس ده اللي هلونه بالاخضر، برايتو اوكسيبيتال سلكس ده جزء بسيط. اصلا البرايتو اوكسيبيتال سلكس موجود فين؟ موجود على الميديال سيرفيس، اما انا هنا الصوره بتاعتي دي السوبرولاترال سيرفيس ماشي. اما بالنسبه للبرايتو اوكسيبيتال سلكس وجوده الحقيقي معظمه موجود على الميديال سيرفيس، لكن جزء بسيط منه هو اللي طالل كده على السوبرولاترال سيرفيس اللي احنا رسمناه تمام. حتى كمان هرسمه لكم بقى زي ما هو اللي هو الحته دي تمام. ده كده اللي هو البرايتو اوكسيبيتال سلكس. برايتو اوكسيبيتال سلكس طيب هيقسم لي يعني الحته دي كده هتقسم لي بقى، هتعمل لي لوبس؟ لا طبعا دي حته بسيطه، امال هعمل ايه؟ هتخيل لاين، يعني هرسم منها، همد منها لاين من خيالي انا اللي همده تمام. قمت مادد منها من عند البرايتو اوكسيبيتال سلكس ده لاين، خط نزل فين؟ نزل من البرايتو اوكسيبيتال سلكس لحد، فاكرين دي سميناها ايه؟ نوتش، البري اوكسيبيتال نوتش تمام. يبقى نزلته من عند البرايتو اوكسيبيتال سلكس لحد البري اوكسيبيتال نوتش، ايماجينري لاين من خيالي انا تمام. فعمل ايه؟ فبقى جزء البرايتو اوكسيبيتال سلكس مع الايماجينري لاين اللي انا حطيته من خيالي عمل لي ايه؟ عمل لي اوكسيبيتال لوب ورا مفصوله عن برايتال وتيمبرال لوب. يبقى
البرايت اوكسيبيتال سالكس مع الايماجينري راين اللي انا عملته، فصلي ما بين الاوكسيبيتال لوب ورا والبرايتال والتيمبورال لوب قدامه، قدام السالكس والايماجينري راين اللي احنا حطناه. يبقى تاني انا في عندي حاجه اسمها لوبس بتاعه البرين بتاع السيريبرال هيمسفير. اللوبس دي عباره عن فرونتال لوب وبرايتال لوب وتيمبورال لوب واوكسيبيتال لوب. اللوبس دي معموله ازاي او فاصلينها عن بعضها ازاي؟ بالصلصاي. الصلصاي دول اللي هم ثلاثه صلصاي، سنترال سالكس وبرايت لاترال سالكس وبرايت اوكسيبيتال سالكس. السنترال سالكس اللي احنا رسمينه بالفوشيا ده المفروض ان هو بادئ من نقطه بيهايند الميد بوينت بتوين الفرونتال بول والاوكسيبيتال بول، بس هينزل ماشي، مش هيحصل فيه اي انتربشن، وهينزل قبل اللاترال سالكس، مش هيلمس اللاترال سالكس. طب ايه هو اللاترال سالكس؟ اللاترال سالكس عباره عن ستيم وطالعه بانتيرور ريمس وفيرتيكال ريمس وبوستيرور ريمس، تمام. والبرايتو اوكسيبيتال سالكس بقى اللي هو اصلا وجوده الحقيقي على الميديال سيرفيس، بس طالع منه جزء كده على السوبيرو لاترال سيرفيس، قمت انا مكمله بعده بلاين ايماجينري من خيالي من البرايتو اوكسيبيتال سالكس لحد اللي هو البري اوكسيبيتال نوتش. عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل اللوبس بتاعتي. خلاص نجي بقى نتكلم عن اللوبس بتاعتنا. انتوا اللي هتتكلموا عن اللوبس مش انا اللي هتكلم. من الكلام اللي احنا قلناه لما نيجي نتكلم عن اللوبس، اول حاجه مثلا الفرونتال لوب، هنجيب بس صوره تانية الاول اشتغل عن الصوره دي، بس الاول احدد لكم بقى الصلصاي بتوعنا. ده كده سنترال سالكس وده كده الستيم بتاعه اللاترال سالكس، وادي دي كده اللي هي ده كده الانتيريور ريمس وده كده الفيرتيكال ريمس وادي ده كده البوستيريور ريمس بتاع اللاترال سالكس. وفي عندنا بقى ادي البرايتو اوكسيبيتال سالكس مكملينه ب ايماجينري لاين لحد البري اوكسيبيتال نوتش. مقسمين لي بقى السيريبرال هيمسفير لي اول حاجه فرونتال لوب. فرونتال لوب تعالوا نتكلم عنه، انتوا اللي بتقولوا معلومات. اول حاجه الفرونتال لوب من قدام عباره عن ايه؟ فرونتال بول. طب من ورا عباره عن ايه؟ سنترال سالكس. مظبوط، انا ما قلتش حاجه من عندي، انتوا اللي بتقولوا. طيب من تحت انفيريور هيكون عندي اللاترال سالكس، البوستيريور ريمس بتاع اللاترال سالكس، تمام، اللي هو ده البوستيريور ريمس بتاع اللاترال سالكس. فبالتالي كده الفرونتال لوب تاني، من قدام في عندنا فرونتال بول، من ورا سنترال سالكس بيفصله عن البرايتال لوب، وفي عندنا بقى من تحت انفيريورلي في عندنا البوستيريور ريمس بتاع اللاترال سالكس بيفصله عن التيمبورال لوب. مظبوط الكلام ده؟ مظبوط ان شاء الله. تاني لوب عندنا اللي هو اول، بس نمسح كده الاول عشان ايه ننظف الدنيا. تاني لوب عندنا هيكون عندي عباره عن البرايتال لوب. البرايتال لوب ده اوصفه لي. البرايتال لوب ده قدامه السنترال سالكس. طيب وراه البرايتو اوكسيبيتال ونص الايماجينري لاين. ورا ادي البرايتال لوب، ها وراه البرايتو اوكسيبيتال سالكس ونص الايماجينري لاين، تمام كده من وراه. طيب من تحته البوستيرور ريمس، تمام. يبقى تاني البرايتال لوب المفروض ان هو من قدامه اللوب ده، قدامه مين؟ قدامه السنترال سالكس. طيب وراه بيفصلوا عن الفرونتال لوب. طيب وراه البري اوكسيبيتال البرايتو اوكسيبيتال سالكس ونص الايماجينري لاين اللي احنا اتفقنا عليه بيفصلوا عن الاوكسيبيتال لوب. طيب تحته في عندنا البوستيرور ريمس بتاع اللاترال سالكس بيفصلوا عن التيمبورال لوب. مظبوط الكلام ده؟ ماشي، ده كده البرايتر. نيجي بقى على التيمبورال هيبقى عباره عن لوب. اللوب ده قدام، لو جينا نبص عليه من قدام هنلاقي ايه؟ هنلاقي الحته دي. ايه الحته دي؟ دي التيمبورال بول والستيم بتاع اللاترال سالكس. مظبوط، يبقى التيمبورال بول والستيم بتاع اللاترال سالكس دول حدود التيمبورال لوب من قدام. تيمبورال بول والستيم بتاع اللاترال سالكس. طب من فوق هيكون عندي البوستيرور ريمس. البوستيرور ريمس اللي بيفصل التيمبورال لوب عن البرايتال والفرونتال لوب. طيب من ورا هيبقى النص التاني اللي هو النص اللي تحت بقى اللور هاف بتاع الايماجينري لاين. اللور هاف بتاع الايماجينري لاين اللي بيفصل التيمبورال لوب ده عن الاوكسيبيتال لوب. مظبوط الكلام ده؟ يبقى تاني التيمبورال لوب من قدام عباره عن التيمبورال بول والستيم بتاع اللاترال
سالكس. طيب من فوق، من فوق عبارة عن حدوده اللي هو اللاترال سالكس، البوستيريور ريمس بتاع اللاترال سالكس اللي بيفصل التيمبورال لوب عن البرايتال والفرونتال لوبس. طيب من وراه، من وراه هيكون عندي اللور هاف بتاع الايماجينري لاين بتاعنا. اللور هاف ده اللي هو بيفصله بتاع الايماجينري لاين اللي بيفصل التيمبورال لوب عن الاوكسيبيتال لوب. يفضل لنا مين؟ يفضل لنا بقى الاوكسيبيتال لوب. الاوكسيبيتال لوب ده من قدام مين؟ من قدام موجود البرايت اوكسيبيتال سالكس والايماجينري لاين. ادي ده كده التيمبورال الاوكسيبيتال لوب، من قدامه الايماجين البرايت اوكسيبيتال سالكس والايماجينري لاين. طب من وراه، من وراه الاوكسيبيتال بول. يبقى كده دي اللوبس بتاعتنا. ده كده مقدمة عن السيريبرم والسيريبرال كورتكس. يا رب تكونوا استفدتوا.